يا خالد كلمتني، انت عاوزني في ايه؟ هو انت فعلا بتدور ورا احمد عبد العزيز؟ دول تلات تلاتة حلوة أوي، حطيهم بقى جنب اخواتك. لا أنا هاخدهم، ده بأمارتي إن شاء الله. بأمارتي إني قلت كده وسكنها. الله، خد يا بنت راحة فين بكلمك؟ هحطهم في الأمانات، ولعلمك بقى دول مش بتوعك، دول بتوع اللي في بطر. نعم يا أختي، واللي في بطر ده إيه، طالع شيطاني؟ ما من تعب وشقاية. بقول لك إيه، أنت اللي ليك عندي النهاردة إنك تتعشى من إيه؟ افهم بس انت بتخبيهم هنا ليه؟ مين هيسرقنا؟ حبايبنا كتير وما يسرقش الحرامي للحرامي اللي زي، يعني انت مأمن لحد؟ انا ما امنش لحد في الدنيا دي الا انت يا قمر. جد يا محسن؟ يعني انت هتفضل كده على طول ولا يعني هتتغير وكده؟ لا ان شاء الله على طول. الله. اثبت يا وحش. اوبا هنروح اوروبا. ايه اللي اخرك كده؟ قعدت الف طول النهار يمكن اعرف اجيب معلومه عن البت الدجاله دي. مفيش، في وسط ما انا بدور العربيه قطعت بنزين، رحت البنزين عشان املاها وشفت هناك حاجه كده الله اعلم تهمك ولا لا. حاجه ايه؟ خالد. شفته فين؟ في انذران كده جنب البنزين. يعني ايه ما عرفتش مين اللي كان معاه؟ ما انا قلت لك ان هو ما لحقتش، ده ثواني وبعد، بس عرفت نمرة عربية اللي كان معاه. اشمعنى يعني عرفت نمرة عربية اللي كان معاه؟ عيني كده جت عليها وبصراحة لقيتها حلوة بهنون ته ثلاث ستات، فعلقت في دماغي بنت وثلاث ستات. أنا عارفة صاحب العربية دي يا ياسر.